مش مصدقة نفسي، لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة. طبعا انتوا تستغربوا ايه الدخلة الغريبة دي وايه الكيس العجيب ده، بس دي شحنة حاجات كنت طالباها من شي ان لبس وكده، وطالباها انتوا مش متخيلين انا طالباها من امتى. انا طالباها من قبل العيد الكبير، او اللي هو عيد الاضحى يعني عندنا في مصر بنقول عليه عيد الكبير. كانت طالباها من يوم 12 تقريبا، طالباها من يوم 12/7 تقريبا، ووصلت قطر يوم 29. ما خدتش كتير يعني، شيء ما تاخروش رغم ان كانوا كاتبين ممكن يحصل تاخير عشان الكورونا وكل الكلام ده، بس ما حصلش. ومن ساعه يوم 29/7 اللي هو كان تقريبا قبل العيد بيوم، يوم الوقفه، وهي في المخازن في ارامكس. اكلمهم، حاضر هنبعتها لك، حاضر هنبعتها لك. بقالي انتوا متخيلين انا الفيديو ده بيتصور النهارده بتاريخ 15/9، شهر ونص قاعده عندهم في المخازن ما بيوصلوهاش. عملت شكوى، كلمت كتير برضو لحد الحمد لله ما كلمتهم امبارح وقلت لهم ما ينفعش كده، انا مش هستلم الشحنه، انا لو اتاخرت عن كده انا مش هستلمها. وما كنتش دافعه فلوسها، انا ما بحبش اطلب لما بكون اطلب اونلاين حاجه اول مره وموقع ما جربتوش قبل كده، ما بدفعش بالكريدت علشان الحاجات اللي بتحصل العجيبه دي. وفعلا قبل دي كان في شحنه تانية كنت طالباها من موقع تاني وما جاتش اصلا، فاستعوضت ربنا فيها وحمدت ربنا ما دفعتش بالكريدت. فطبعا في الفتره دي بالذات كمان في الكورونا ما بدفعش بالكريدت، بدفع باي كاش يعني. قلت لهم بصوا انا مش هي وصلت وعندكم وانا مش هدفع فلوسها ومش عاوزاها، خلوها عندكم لو اتاخرت عن كده. فتقريبا لما قعدت عملت الحوار ده قلت لهم كده خافوا وراحوا بعتوها، يمكن بعد المكالمه السادسه او حاجه. المهم انا ما فتحتهاش وقلت هفتحها معاكم. عايز اقول لكم ان من كتر ما هم اتاخروا عليا انا كنت انا نسيت اصلا انا طلبت ايه ونسيت كنت طالبه مقاسات ايه. فهجيب الموبايل وهفتح الابلكيشن وهبص معاكم عشان اعرف اذا كانت الحاجه جايه مظبوطه ولا لا. انا فتحت الموبايل دلوقتي وبصيت على الحاجه اللي انا كنت طالباها، ومقاسات وكل حاجه موجوده هنا اهو. فدلوقتي هفتح واشوف هي نفس الحاجه اللي جت ولا لا. قول بسم الله واتمنى ما تصدمش باي شيء. بشع بشع طبعا البهدله البهدله دي كلها علشان خاطر بقاله فتره قاعد عندهم. عايزه اقول لكم دي اول تجربه ليا في شي ام، فهنشوف دلوقتي بقى الحاجه اخبارها ايه. طيب اول حاجه الفستان ده، ده طلبوه فستان بادي كون كده، بس انا حاسه انه كبير، ربنا يستر. حاسه انه كبير، انا كنت طالبه منه مقاس لارج. تمام، هو طويل، هحاول اوسع شويه. كان تقريبا لازم اطلب ميديم لانه واسع. هو زي ما انتم شايفين كده، الخامه بتاعته حلوه، قطن كده مضلعه شويه، لونه اوف وايت يعني مش ابيض صريح، وفي زراير خشب. انا طلبت مقاس لارج وواضح ان انا يعني انا خفت يطلع ضيق فعشان كده طلبت لارج، بس تقريبا كان لازم اطلب ميديم لان البادي كوم بيبقى عايز يبقى ضيق، فده هيبقى شويه واسع عليا. بس شكله الكواليتي بتاعته حلوه، لا عجبني، عجبني الخامه بتاعته. تمام، والمقاس مظبوط لارج. تاني حاجه طلبت الدريس ده، ده متحمسه له جدا، ده من الحاجات اللي كنت هموت وتيجي. الله تحفه، اي ثينك ان المقاس هيبقى مظبوط عليا. ده لازم اوريكم الصور، انتوا مش هتاخدوا بالكم دلوقتي من الشكل. هو كات ومن الظهر بالطريقه دي، تمام، ونزل على منفوش. ده بيبقى تحفه جدا لو رايحه مصيف او حاجه وعايزه لبس شيك في البيت تقعدي بيه. انا فلا ده انا جايباه للبيت، او هتستقبلي ضيوف اصحابك جايين لك في البيت كل الكلام ده. خامته برضو حلوه قوي قوي، والكواليتي حلوه، لونه احمر. انا كنت طالبه منه ميديم، يا لا لارج لارج.
واللارج بتاعه شويه شكله مظبوط اكتر من التاني لانه في الكشكشه اللي ورا دي اللي بتنط. انا اغلب الحاجات طالباها لارج، في حاجات ميديم بس مش كتيره. وكنت طالبه فستان تاني، هو انا كان دخلت ادمان فساتين بقى. برضو هو بادي كون، لونه فوشيا، خامته عارفين الخامه اللي هي الليكرا، بصراحه خامته مش حلوه. هو ما كسبوش يعني، هما كان مكتوب ان هي دي الخامه اللي موجوده في ال في ال في ال في, ال في ال يعني كان مكتوب ان هي دي الخامه اللي هيبعتوها، بس في الحقيقه خفيفه عن ما انا توقعت شويه. وحاسه ان هو ده بالذات مش هينفع كان يبقى واسع، فكنت طالباه برضو لارج فواسع عليا شويه، هيبقى واسع عليا بس خامته مش حلوه قوي. طلبت ده. عارفين الموديلات اللي هي بتاعت ايام زمان قوي في الافلام الابيض واسود، اللي هم يجيبوهم بقى تيجي تدخل تنام بتلبس زي فستان او قميص نوم كده، بيبقى مش اللانجري والحاجات اللي هي بتاعت دلوقتي والضيقه والحاجات اللي هي الستان، لا اللي هي تحسي فستان، فستان نوم يعني او قميص نوم، بس قميص نوم بمفهوم اللي هو بتاع زمان. هو ده عجبني جدا جدا شكله. البنت الموديل وهي لابساه هو واسع كده من فوق كده وبيبقى نازل على واسع، عجبني جدا شكله ولونه خطير بصراحه، شكله حلو. وهو اصلا اوفر سايز كده يعني بتلبسيه بيبقى واسع كده، بصراحه كان اختيار موفق وشكله حلو يعني زي الصوره. طيب بس كده. في بقى هذه حاجات الخروج، هما اتنين حاجات الخروج عادي لو طلعت واسعه بالنسبه لي يعني، انا ما بحبش الحاجه الضيقه بتاعه الخروج، بس حاجات البيت بحب تبقى مظبوطه. ف جبت الفستان ده مقاسه مظبوط، شكله هيبقى مظبوط، ده يمكن هيبقى واسع كمان شويه، الطول شكله هيبقى قصير مش عارفه هقيسه لسه واقول لكم. الكواليتي بتاعته والخامه بتاعته حلوه مش مبطن، بس مش خفيف بزياده يعني، هو مش مبطن بس مش خفيف بزياده. ده شكله الكمام عامله كده، هحاول احط لكم الصور ضروري. وي تاني واحد ده لونه اخضر مش كحلي، مش عارفه اذا باين في الشاشه صح ولا لا، لونه زيتي اللي هو الاخضر الغامق قوي في اورنج. خامته مش مبطن برضو بس خامته كويسه يعني، ما اعتقدش انه هيشف. هو بليسيه من تحت ومن فوق في سبعه كده وفتحه، برضو اعتقد المقاس مظبوط مش هيبقى فيه مشكله المقاس. فحاجات الخروج مظبوطه مقاسها كويس، حاجات البيت بصراحه وسعت قوي مني. بس اجمالا يا بنات الكواليتي حلوه جدا من اول وهله، زي الصور مش شايفه ان هي فيها عيوب، لا حلوه. ف شايفه ان انتوا لما تيجوا تشتروا، انا جبت الحاجات دي بناء على كنت ببص تحت في التقييمات والناس كاتبه ايه، من تحت هتلاقوا في التعليقات الناس كاتبه اللي جات لها الحاجه جايه واسعه جايه ضيقه. بس معظم الحاجات انا كبرت فيها مقاس كانوا بيقولوا ان هم جايلهم واسعين جايلهم ضيقه، فعشان كده انا كبرت. بس واضح ان لا مش كل الناس، او ما تاخديش بالاراء في المقاسات قوي، ولكن تاخدي في الكواليتي يعني. كل دول كانوا عليهم تقييمات حلوه جدا، وكانوا كل الناس بتقول ان الكواليتي حلوه وزي الصوره والخامه كويسه وكده، فعشان كده انا جبتهم وفعلا خاماتهم حلوه جدا. هقيس بقى الحاجه وهستعملها، واحتمال اعمل لكم يا اما فيديو تاني يا اما نفس الفيديو ده اكمله في بارت تاني يعني يبقوا مع بعض، واقول لكم بعد ما قست بقى الحاجه الدنيا وشكلهم ايه وعاملين ازاي وكده. بس كده هو ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلكم اشعار اول ما انزل فيديو
يوصلكوا اشعار ايه؟ سبسكرايب في القناه لو مكنتوش اشتركتوا في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار اول ما انزل فيديو على طول. وهحاول احط لكم الصور يا رب اعرف احطها علشان توصل لكم الاشكال بتاعت الحاجه بالظبط. باي باي يا بنات. انا معرفتش للاسف احط لكم الصور علشان عليها حقوق نشر، فانا هحط لكم روابط الحاجات اللي انا اشتريتها دي في الديسكريبشن بوكس، بحيث ان انتوا تقدروا انتوا تخشوا تشوفوا الموديلات والشكل على الطبيعه عامل، او على الموقع شكله عامل ازاي. فان شاء الله هتلاقوا في الديسكريبشن بوكس كل الحاجات اللي انا اشتريتها، اللينكات بتاعتها عشان لو حابين انتوا تشتروها او تشوفوا الموديلات بشكل اوضح. بس كده يا بنات، انا اسفه مش هقدر اصور لكم رأيي في المنتجات بتاعت شي ان دلوقتي. حسيت الفيديو طويل قوي مني، وكمان حبيت ان هو اجل رأيي بالظبط في المنتجات بالظبط لما البسها واغسلها، بحيث اديلكم فيدباك يكون كويس. هل بعد الغسيل بتتغير، بتكش، بتتقطع، ايه نظامها؟ فهنزل لكم الجزء الاول اللي هو بتاع الهول او المشتريات لوحده، وهخلي رأيي ده في وقت تاني لما اجرب كل اللبس واغسله واحط لكم تجربتي فيه بالظبط.